السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة للجميع. هقدم لكم أكلة الباستا فلورا بشكل جديد. عملت عجينة الباستا فلورا، 200 جرام زبدة وكوباية زيت وكوباية سكر وفانيليا وأربع لخمس كواب دقيق ومعلقة صغيرة بيكنج باودر وبيضة. وبعد كده عملت الحشوة، عبارة عن حبتين من البيض وأربع معالق كبيرة سكر وكوباية زبادي كوباية صغيرة وكريمة حلويات ومعلقة نشا. خلطت المواد دي كلها مع بعضيها، ودلوقتي هقطع الخوخ الأحمر الجميل ده اللي بيدي منظر جمالي في الصينية. زمان كنا بنحط المربى مع شوية مكسرات، دلوقتي في خلطة جميلة. وكمان مع الخلطة انا حطيت علبة لبنة 200 جرام، يعني نسيت اقولها لكم في المقادير، هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. حطيت خليط الخوخ على الصوص الجميل ده، هقلبه كويس، وطبعا نص العجينة انا حطها في صينية مدهونة، والنص التاني حطيته في الفريزر، وبعد كده هبشره بالمبشرة فوق الخليط بتاع الخوخ. نص العجينة وفوقيها خليط الخوخ الجميل، وبعد كده هطلع باقي العجينة وابشرها واحطها على الصوص. ممكن تتبشر وممكن تقطع حلقات رفيعة، كل واحد حسب الشكل اللي هو عايزه. هغطي الصينية بالكامل بالمبشور بتاع العجينة، عجينة البتيفور اللي احنا بنعرفها كلنا. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة أقل من 180 درجة، يعني 175 170 حسب حرارة الفرن. اهو خبزتها ورشيت شوية سكر بودرة على خفيف، وممكن الاستغناء عنه، وممكن طبعا نرش فستق حلبي اي نوع من المكسرات. وقطعتها وقدمتها، طريقة سهلة وجميلة وان شاء الله تعجبكم.